إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله رب العالمين، فاتقوا الله عباد الله وراقبوا الله عز وجل في سركم وفي علانيتكم، راقبوا الله عز وجل في أحوالكم كلها. أيها المسلمون، ها نحن ودعنا عاما من الأعوام وابتدأنا عاما جديدا أيها المسلمون. وهكذا يا عباد الله، عام وراء عام وسنة وراء سنة، وإن شئت قل ثانية إلى ثانية ودقيقة إلى أخرى وساعة تضم إلى ساعة ويوم يضم إلى يوم وشهر يضم إلى شهر وعام إلى عام، ثم أمة وراء أمة وقرن وراء قرن. والسعداء يا عباد الله في هذا كله هم من استيقظوا من سباتهم وانتبهوا من غفلاتهم. نعم يا عباد الله، لقد ذهب عام بما فيه من أفراح وأتراح، ذهب عام بما فيه من ألم وفيه من سعادة آخرين وشقايا آخرين، ذهب عام أيها المسلمون، ودعنا فيه أناس وبشر رجعوا إلى ربهم وداريهم. نعم، وذهب عام جرى فيه أحوال وحصلت أحداث وتغيرات، وسنة الله عز وجل في خلقه جارية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ومع ذلكم يا عباد الله، ومع ذلكم فما زال داء الغفلة ومرض الغفلة مخيم على كثير من الناس، إلا من رحم الله. ما أسواه من داء فتاك، مرض عضال قد قتل أمما كثيرة قبلنا وهو مستمر في سيره وطريقه يا عباد الله. إنها الغفلة أيها المسلمون. فرب العالمين سبحانه وتعالى، فربنا تبارك وتعالى قد حذر من الغفلة، بل وبين الله في كتابه بأن أكثر الناس في غفلة إلا من رحم الله. فقال الله عز وجل: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم يا عباد الله، كثير من الناس عن آيات الله، سواء كانت آيات الله عز وجل الشرعية كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، في غفلة. نعم في غفلة. فكم من المعرضين وكم من التائهين وكم من البعيدين وكم من المدبرين المعرضين عن كتاب الله وعن دينه وإسلامه. نعم، غفلة عن آيات الله الشرعية، فهذه أرض الله وهذه السماوات
وهذه الجبال وهذه الأشجار وهذه الأنهار وهذه البحار وهذا خلق الإنسان بين يدي هذا الإنسان. فمن يعتبر يا عباد الله ومن يرجع إلى الله فلتجد الإنسان مستمر في فجوره مستمر في رحلته إلا من رحم الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ألا يدري إلى أين الرحيل؟ ألا يشعر ولا يدري إلى أين السفر؟ إنه إلى الله إنه إلى الله. يقول الله في كتابه الكريم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر يا عبد الله انظر إلى رب العالمين سبحانه وهو يبين بأن كثيرا من خلقه عن الآخرة غافلون عن الآخرة غافلون. ولذلك ربنا عز وجل يا عباد الله يحذر من الغفلة يحذر من الغفلة. أيما تحذير يقول الله في كتابه الكريم يقول الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهل بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذا تركت ذكر الله إذا أهملت ذكر الله إذا أعرضت عنه كنت من الغافلين. ولذلك قال ربنا بعد أن أمر بذكره ولا تكن من الغافلين. نعم أيها المسلمون هكذا ربنا تبارك وتعالى يأمر عباده كما سمعتم. ولذلك يقول الله عز وجل أيضا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي حتى لا تكون لكم حجة عند الله فأن تقولوا كنا عن هذا غافلين أي عن هذه الشهادة التي أمرتنا بها يا رب أن تقولوا إنا كنا عن هذا يوم القيامة غافلين. حجة من الله على خلقه. لذلك أرسل الأنبياء وأرسل المرسلين وأنزل الكتب حتى لا تكون للخلق حجة عند الله يوم القيامة. نعم يا عباد الله حذر الله من الغفلة لأن الغفلة أيها المسلمون تصد صاحبها إن وقع فيها عن الاستعداد ليوم المعاد. إن الغفلة أيها المسلمون تصده عن ذكر الموت وتصده عن ذكر الحساب والمعاد والثواب والعقاب والوقوف بين يدي الجبار جل وعلا يوم القيامة. وإن أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا الأمر فانظروا إلى أحوال الناس انظروا إلى حديثهم انظروا إلى أخبارهم انظروا إلى أيها المسلمون مناداماتهم وجلساتهم. كم يذكر اليوم الآخر بين أيدي الناس كم تذكر الألسنة إلا من رحم الله. ويقول الله تبارك وتعالى كما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما الكلام عن الدنيا فحجك ولا حرج الكثير الكثير. إن الله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. اقترب للناس حسابهم وفي غفلة. أرسل الله عز وجل لك عبد الله بالإمارات تلو الإمارات وأنت في غفلة إلا من رحم الله. اليوم تفقد أباك وغدا تفقد ولدك وأخرى تفقد زوجك أنت تعيش وأنت ترى الموت بين يديك. فأي غفلة
بعد هذا يا عباد الله، ونحن نجد الكثير والكثير ممن هو سائر على المعاصي والذنوب إلا من رحم الله. يقول ربنا عز وجل، يقول ربنا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. وهكذا يا عباد الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كم من الناس أيها المسلمون يعلم أن الله يعلم ما توسوس به نفسه، وكم من الخلق يعلم بأن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وكم من الخلق يعلم وهو في يقظة أن الله عز وجل جعل ملكان عن يمينه وعن شماله، وكم من أناس يعلمون بأن الله عز وجل يعد خطواتهم وكلماتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هكذا ربنا يقول. ثم ماذا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت تسكت عنه، ذلك ما كنت تهرع إلى المستشفيات ولا تدبري هروبا منه. إن من المسلمين يا عباد الله، إن من المسلمين من لا يحب أن يذكر بالموت، إن من المسلمين من لا يحب أن يذكر بلقاء الله وبمصيرنا جميعا أيها المسلمون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ثم ماذا يا عبد الله؟ يخاطب الله خلقه يوم القيامة، يخاطب الله عبده يوم القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا. انظر كيف وصفه الله عز وجل بالغفلة، فبصرك اليوم حديد، أي قوي ونافذ. لقد كنت في غفلة عن الموت، كنت في غفلة عن النفخ في الصور، كنت في غفلة أن تحشر من قبلك وتتبع من بين الأموات وتقوم بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. هكذا يا عباد الله. ولذلك الغفلة أيها المسلمون لا تضر إلا صاحبها، لا تضر إلا صاحبها، فهي تفسد عليه حياته، وتفسد عليه وقته، وتفسد عليه عمره. فيا أيها المسلم، إذا لم تستيقظ، إذا لم تستيقظ من غفلتك، فعمرك بين يديك. هذه أيام، والله ثم والله، إن الأيام إذا مرت لا تستطيع أن تردها، يوم وراء يوم، وشهر وراء شهر، وعام وراء عام. وهكذا يا عبد الله، حتى ينتهي بك إلى الأجل. أرأيت أيها المسلم، إذا إنسان يبلغ عمره 60 سنة، فيأتي بشمع تبلغ 60 أيها المسلمون، ويقضي عيدا بأنه وصل إلى 60. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغ من 60، أي بلغ إلى 60 عاما، كفاه كفاه، أي يكفيه يكفيه، أي يكفيه يكفيه. هذا إنذار من رب العالمين ليستيقظ. متى سيستيقظ؟ إن لم يستيقظ متى سينتبه؟ إن لم ينتبه إذا كان في عسكر الموتى، إذا كان في عسكر الموتى. ثم ماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ انظر، والله عز وجل يصف لنا حال الغافل وحال حسرته وندمه وأسفه في مواطن متعددة منذ أن يموت، فهو يندم عند الموت ويتحسر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ربي خذني إلى الدنيا لعلي أتوب، لعلي أرجع، لعلي أعمل صالحا، لعلي أستيقظ، لعلي أراجع. وهكذا يا عباد الله، ولكن لا يندم، ولكن لا ينفع، ويستمر الأمر أن يستمر هذا الندم، حتى أنه أي الغافل لا يريد أن يبعث من قبره يوم القيامة، بل ويتعجب ويتمنى بأنه لم يبعث
قال ربنا عز وجل ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هكذا يا عباد الله. وإذا حشر الناس حصل ندم آخر وأسف آخر على التفريط والغفلة التي حصلت في الدنيا. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة مفتوحة لا يستطيعون إغلاقها. قد كنا في غفلة من هذا. الله أكبر. بل كنا ظالمين. هكذا يرون الأحوال والأهوال والحشر والاجتماع في ذلك اليوم فيعترفون يا عباد الله بالغفلة ويستمر الندم. أيها المسلمون إذا وقفوا على النار يستمر الندم ويتمنون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويستمر الندم والحسرة والأسف أيها المسلمون حتى يصل هذا الإنسان إلى النار. قال ربنا عز وجل ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ارجعنا نعمل صالحا نحن على يقين لأن الجنة حق والنار حق ووعدك حق ولقاؤك حق. ولكن لا ينفع يا عباد الله. قال الله عز وجل عن أهل النار وهم يصيحون فيها أي في النار من شدة عذابها وهم يصطرخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اعتراف ولكن لا ينفع. اعتراف في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم في الدنيا 40-60-70 عاما. يا أيها المسلم يا أيها العاقل يا من بلغك عمرك 40-50-60-70-80 ألا ترى أن هذا كافي للتذكر؟ مثل العودة والرجوع والأوبة إلى الله. إن لم تعد اليوم ماذا تعود؟ نعم يا عباد الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ألم يأتي النذير؟ ألم تأتي الرسل؟ ألم يأتي الأنبياء؟ ألم تنزل عليكم الكتب؟ أما جاءكم نذير آخر في أبدانكم تبصرونه في أجسادكم تبصرونه وترونه؟ أما رأيتم أنكم كنتم أقوياء؟ بل أما رأيتم أنكم كنتم ضعفاء في بطون أمهاتكم؟ قال الله عز وجل وهو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أليس هذه آيات تراها يا عبد الله بين يديك؟ أفلا تفكر أين قوتك بعد أن صار الضعفاء؟ أين سواد الشعر وقد انقلب إلى بياضاء؟ أين قوة البدن وقد انقلب؟ أين غلظة البدن ورطوبته؟ سارت العظام هي البارزة. وهكذا يا عباد الله كثير من الناس ألا يرى إلى كبار السن حوله؟ ألا يرى إلى من بلغ 70 و80 وهو يزحف على يديه ورجليه ربما لا يستطيع أن يقوم أو يمشي إلا بمساعدة غيره؟ أما تفكر أيها المسلم أنك إن عشت إلى هذه المرحلة ستصل إلى هذه الحال؟ نعم يا عباد الله إلا من رحم الله من يستيقظ وينتبه لذلك. ولذلك يقول الله عز وجل عن أهل النار وهم في النار ولو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا اعترافا بأنه لا عقول لهم ولا سمع لهم وهكذا لا تذكر لهم ولا تدبر لهم. وإلا ما وصلوا إلى هذه الحالة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما حفظ الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلم يا عبد الله، قد سمعت شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالغفلة وأنه مرض خطير أودى بأصحابه إلى النار، إلا أن هذا المرض كما سمعتم يتفاوت في الناس. فمن الناس بسبب الغفلة كفر بالله عز وجل وآخر بسببها ربما يكون من المسلمين ومن المؤمنين المسلمين، إلا أن الغفلة جعلته يعيش في الشهوات والمعاصي وربما جعلته لقمة سائغة للشبهات وغير ذلك. أيها المسلمون، ولذلك إن المسلم العاقل يحرص على أن يستيقظ وأن يعلم أن العبد العاقل الكيس هو الذي يسعى لاغتنام الفرص والإقبال على الله. فيا أيها المسلمون، ما حضر من الغفلة حق الحذر إلا من عاد إلى الله ورجع إلى نفسه وبادر بالخيرات كما أمرنا ربنا عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: وسارعوا في الخيرات. وقال الله تبارك وتعالى: وسارقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهكذا أيها المسلمون، المسلم العاقل يسابق وينافس على طاعة الله عز وجل، يسارع وينافس في الإقبال على الله ثم يسأل نفسه ويرجع إليها: أين أنا من طاعة الله كما أمر؟ أين أنا من الصلاة والصيام والزكاة والحج كما أمر الله؟ أين أنا من الاستقامة والسداد؟ أين أنا من الإقبال على الله وطاعته؟ أين أنا من التوبة إلى الله والإنابة؟ أين أنا من الابتعاد عن الذنوب والمعاصي؟ أين أنا من الإقبال على كتاب الله قراءة وتلاوة وتدبرا وحفظا وعملا وتطبيقا؟ أين أنا من الإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى حديثه؟ أين أنا من سماع كتاب الله؟ وأين أنا من ذكر الله من تسبيحه وتهليله وتكبيره؟ أين أنا أيها المسلمون من الدعوة إلى الله وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنا من حلقات العلم التي تحفها الملائكة وتنشأها الرحمة؟ وهكذا أين أنا من هذه الأماكن وأين أنا من هذه الأحوال؟ أيها المسلمون، أين أنا من العمل لمستقبل دائم سرمدي؟ أولا ترى أن هذا الإنسان يقف مع مستقبل منقطع؟ ألا وهو مستقبل الدنيا شحيح على وقته وعلى عمره، وربما قال: لا عمري لا مستقبلي، لكن ماذا تسمع بعد ذلك؟ لم أبني دارا على ما أريد، ولم أشتري سيارة على ما أريد، لم أصل إلى المستقبل المنشود، ما زلت متعب أو مدخل بديون أو غير ذلك من الأمور. فالشكوى أيها المسلمون إنما هي بفوات الدنيا أو عارض زائل منها. أين الشكوى أيها المسلمون؟ وأين التأسف؟ وأين الندم على الأعمال الصالحة التي فاتت؟ وعلى العمر الذي مر في الله واللعب إلا من رحم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها المسلم، بين يديك فرص، رسولك عليه الصلاة والسلام يدعوك لاغتنامها، وهل يستطيع الغافل أن يغتنمها؟ إلا أن يوفقه الله، فيستيقظ من غفلته. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا، والموعظة ليست له وحده، الموعظة لكل مسلم، الموعظة لكل عاقل، بل لكل إنسان. يا عباد الله، فلا بد من اللقاء لرب العالمين من البشر جميعا. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون يوم الدين. ونعم،
نعم أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. الله أكبر. هكذا يا عبد الله، فرص الحياة فرصة، أنت اليوم حي وغدا ميت، أنت اليوم صحيح وغدا مريض، أنت اليوم عندك فراغ وغدا مشغول، أنت اليوم شاب، وقال عليه الصلاة والسلام: وشبابك قبل هرمك، وغدا كبير تعجز عن كثير من الأعمال. هذه فرص أيها المسلمون، لكنها لا تثبت، لكنها لا تستمر مع الإنسان، فالصحة لا تظل مصحوبة معه إلى أن يموت، والحياة لا تظل بل يموت، والفراغ لا يظل لا يستمر بل يشغل، والغنى لا يستمر بل يأتي فقر، والعافية لا تستمر يأتي بلاء. وانظر أيها المسلم إلى أحوال الناس وإلى الدنيا بين يديك، بل انظر إلى حالك. ورحم الله ابن القيم وهو يقول: ولو نظرت إلى الدنيا لوجدت في كل واد بني سعد، فهذه الدنيا إن أضحكت قليلا فقد أبكت كثيرا، وإن أعطت قليلا فقد منعت كثيرا، هذا وإن حصل كذا وكذا. فمن الدنيا أيها الإخوة الغصاص، وكذلك هم الدنيا فرص، فالمسلم العاقل يستغل هذه الفرص. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مرغون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. يا عبد الله، بادر قبل ربما أن يأتي وقت يحال بين الإنسان وبين كثير من الأعمال. فنحن أيها الإخوة في زمن كثرت فيه الفتن وعمت، فربما تنزل على الناس فتن يعجزون عن كثير من الطاعات والعبادات، ففتن الحروب وفتن القتل وفتن التشرد والتمزق والتشرم والقتال بين الدول وغير ذلك مما يجري من الفتن الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. فيا عبد الله، قف مع نفسك وحاسبها في الدنيا، كما انك تقف في كثير من الايام لتحاسب نفسك على امور دنياك، كم ادخلت من المال، وكم اخرجت، وكم حققت من الامال، وكم وصلت الى الطموح. اجلس وحاسب نفسك، اين انت من الله؟ اين انا وانت من الله؟ ومن طاعه الله، ومن مراقبه الله، ومن كتاب الله، ومن سنه رسول الله، ومن الاستعداد ليوم اللقاء بين يدي الله. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافيه. اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى. واذكر ايها الاخوه بفرصه بين ايدينا من الفرص العظيمة التي أرشدنا للطاعة والعبادة فيها، وهي صيام يوم عاشوراء. أيها المسلمون، الذي صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بصيامه شكرا لله تبارك وتعالى على إنجائه كلام موسى عليه السلام وقومه من فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بصيامه وقال: لئن عشت إلى قادر لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود. فيا أيها المسلمون، هذه نعم عظيمة علينا أن نستغلها، والحقيقة أن الفرص كثيرة وعديدة. فما عليك أيها المسلم إلا أن تدعو الله، وأن ندعو الله جميعا أن يوقظنا من الغفلة. اللهم استرنا من الغفلة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.